اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. الفقره النهارده فقره مهمه لان احنا هنتكلم في تفاصيل مهمه جدا، واي واحد مهتم بالشان الرياضي المصري او مهتم بكره القدم المصريه مهم جدا يتابع هذه الفقره لان فيها تفاصيل مهمه عن المرحله القادمه. المسؤولين بيفكروا ازاي بالنسبه للمرحله القادمه، كمان دور القيادات او دور الاعلام او دور النقد الرياضي بالنسبه للمرحله القادمه. الاعلام ما بياخدش قرار لكن ليه رؤيه، بيطرح الايجابيات وبيشوف السلبيات، وبنشوف المسؤول هيتعامل ازاي مع المرحله القادمه. والمرحله القادمه بالنسبه لنا مش عايزين نكرر نفس اخطاء الفترات السابقه، لان نقطه الصفر رجعنا لها كذا مره في سنوات سابقه، سواء في كاس العالم للقارات لما كابتن محمود الجواري كان ساعتها بيتولى تدريب المنتخب، ورجعنا نقطه الصفر لما اقال اتحاد الكوره واقاله الجهاز الفني، وبرضه مشينا بنفس الاطار اللي كنا ماشيين به الفتره السابقه. حصلت كذا مره، لكن المره دي لما نوصل لنقطه الصفر مش عايزين نطلع منها الا لما يكون نتخطى كل السلبيات بتاعه المرحله السابقه. لذلك انا برحب في هذه الفقره بالاستاذ رضوان الزياتي، الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي في الجمهوريه، وطبعا النائب البرلماني في مجلس النواب. استاذ رضوان تحياتي لحضرتك، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في بدايه مقدمتي قلت ان المرحله القادمه مرحله مهمه جدا، مش عايزين نكرر نفس اخطاء الماضي. وصلنا لمرحله او نقطه الصفر دي في كذا مناسبه قبل كده، لكن لما بنتحرك منها بنتحرك بنفس الشكل اللي اتحركنا بيه قبل كده. طبعا ايه الحل او نتحرك ازاي؟ شوف الحل طبعا زي ما انت حضرتك قلت في المقدمه، ان احنا كل بعد كل اخفاق نقول هنعمل وهنصلح وهنعمل ونصلح، ولا بيحصل اي عمل ولا اي اصلاح. اخر حاجه طبعا كان كاس العالم في روسيا، واحنا كنا ساعتها كنت في لجنه الشباب والرياضه، كنت وكيل لجنه الشباب والرياضه، وطالبنا وقدمنا مذكره لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق في اتحاد الكره بعد الاخفاق والفشل في كاس العالم. هو الفشل في كاس العالم ما كانش فشل فني فقط، كان اساسا فشل اداري، وكل الناس كانت عارفه كده وكلنا كنا عارفين كده، ان هو اساسا اللي حصل في كاس العالم ده كان فشل اداري بالدرجه الاولى. نفس الحكايه في كاس الامم وقبل كده برضه كان فشل اداري. يبقى اذا المنظومه الاداريه بتاعه كره القدم في مصر، لو احنا عاوزين نصلح المنظومه الكرويه في مصر ونطورها، يبقى لازم نصلح المنظومه الاداريه بتاعه كره القدم. والمنظومه الاداريه دي ايه؟ اللي هي اتحاد كره القدم والهياكل بتاعه هذا الاتحاد والسيستم اللي داخل الاتحاد. طبعا حصل قبل كده مواضيع كتيرة حول إعادة هيكلة اتحاد الكرة، طبعا انت عارف القصة دي كلها، الناس كلها عارفة إعادة الهيكلة ومش عارف ايه ولجان وإدارات ومش عارف إدارة ايه وإدارة ايه والكلام ده، كان كل ده كلام على الورق. نفس الوجوه ونفس الشخصيات اللي هي بتدير العمل الإداري داخل اتحاد كرة القدم، مع احترامي ليهم كلهم، أنا ممكن يبقوا موجودين لكن السيستم ايه هو اللي أنا بشتغل بيه، هو ده الأساس. طيب دي حاجة، المنظومة ده المنظومة الإدارية، طب على قمتها ايه اللي هو مجلس اداره اتحاد كره القدم. طب مجلس اداره اتحاد كره القدم ده بيجي ازاي؟ بيجي من جمعيه عموميه، والجمعيه العموميه بتتشكل ازاي؟ بناء على اهواء واغراض اللي هم المتحكمين في العمليه الانتخابيه. مش بنسب ومعايير؟ لا مفيش نسب ولا معايير ولا الكلام ده، كل الكلام ده انساه. انا بعمل النسب والمعايير حسب زي ما انا عاوز، انا المجموعه اللي جايه احنا هنيجي ازاي؟ هم يتفقوا مع بعض كده. هنيجي ازاي وهم موجودين في السلطة او في مجلس الادارة مثلا في الدورة اللي فاتت؟ طب احنا عايزين نعمل لائحة بحيث ان اللائحة، طب اللي هيجي المرة دي واللي مش هيجي طب نعمل له ايه؟ يعني حد مثلا مش هيجي، لا نعمل له مدير اتحاد، نشوف له سكة تانية على ما على الفترة بتاعته ما تخلص ويجي تاني. فاذا هي ديت يعني كل واحد بيفصل اللوائح كلها لاغراض شخصية بحتة. اتحدى ان حد يطلع ويقول لي ان احنا عملنا لائحه عشان نطور منظومه كره القدم في مصر. اتحدى ويجي ويقعد معايا في مناظره اي مسؤول سابق مقدم استقالته قبل كده يقول لي احنا عملنا لائحه في اتحاد كره القدم عشان نطور منظومه كره القدم في مصر. طيب هو انا بعمل منظومه كره القدم دي الخلاصه بتاعتها ايه؟ اللي هي المنتخبات الوطنيه وعلى راسها المنتخب الاول. يعني كل العمل اي عمل بعمله في كره القدم في مصر الهدف منه ان انا بطلع منتخب يروح كاس العالم ويشرفني في كاس العالم.
في كل هل هذا حدث في كل المراحل السنيه؟ لا، المنتخب الاول بالتحديد. حتى المراحل السنيه المنتخبات اللي هي بتشارك، منتخب الناشئين ومنتخب الشباب. عشان يوصل للي هي التورته الاخيره اللي هي المنتخب الاول اللي هو يشرفنا بكاس العالم. انا افتكر في قبل تصفيات كاس العالم 2002 كان اتحاد الكره جاب كابتن الجوهري الله يرحمه، وكابتن الجوهري قعد معانا وكنا مجموعه من الصحفيين والاعلاميين، وقال انا بعمل برنامج عشان اروح الدور قبل النهائي لكاس العالم، مش عشان اصعد لكاس العالم. ده سنه كام؟ ده 2002 قبل تصفيات كاس العالم. كوريا 2002 واليابان. قبل التصفيات يعني، قبلها بحوالي بسنتين يعني، كان جيكا واتحاد الكره جاب كابتن الجوهري ساعتها وقال له احنا عاوزين نعيد طبعا تشكيل المنتخب ونعمل حاجه ونعمل كان اول ما بيتزنق اتحاد الكره ساعتها برضو ايام الكابتن سمير زهر الله يرحمه، ايام الكابتن اللواء حرب ربنا يديله الصحه، كل ما يتزنقوا يجيبوا الكابتن الجوهر، كل شويه كده الكابتن الجوهر راح الكابتن الجوهر جه، واخد بالك بالظبط. فهي هي يعني كانت هي يعني ما حدش كان بيفكر، مع احترامي يمكن اللواء حرب عمل في عهده طبعا وكان نتاج اللي هو منتخب الشباب بتاع منتخب حسن شحاته، وبعدين 2003 منتخب الشباب بتاع ايوه 2001 و2003 مع كابتن شوقي غريب في الارجنتين، ايوه، و2003 مع كابتن حسن شحاته في الامارات قبلهم. دي نتاج برضو تخطيط من اللي هو حرب الله ربنا يديله الصحه، كان الراجل برضو بيفكر على قد، بس برضو كان التفكير يعني مع احترامي طبعا محدود، لكن احنا بنتكلم على ان احنا نعمل ثوره كرويه شامله. انا اشوف العالم كله اللي جنب، بلاش انا مش هقول لك روح لاوروبا، اشوف السعوديه بتعمل ايه، واشوف الامارات بتعمل ايه، واشوف المغرب بتعمل ايه، واشوف الجزائر بتعمل ايه، واشوف الدول اللي انا اللي هي اللي على قدي، مش هقول لك اعمل زي اوروبا، المفروض احنا نعمل زي اوروبا طبيعي، المفروض ان احنا منتخب مصر ده يروح كاس العالم في اي تصفيات. يعني ما تقول لي ان انا كاس العالم ده انجاز، ان انا اروح كاس العالم ده انجاز، لا ما بقاش انجاز. تمام، المفروض ما بقاش انجاز. فاذا احنا كل ده هو فشل اداري في المقام الاول. صلح المنظومه الاداريه وبعد كده نتكلم بقى. طيب نصلح المنظومه الاداريه، حضرتك بدات بالجمعيه العموميه. تمام، ده الاساس، الانديه. تمام، طيب عدد اعضاء الجمعيه العموميه في هذه الفتره حوالي 260 نادي. تمام، ودول لهم حق التصويت في اختيار مجلس اداره الاتحاد، ومش هينفع نغيره. لا، تقدر تغيرهم بجمعيه عموميه ثانيه. لا مش هينفع. بمعنى؟ بمعنى انا دلوقتي عشان برضو ان احنا الناس اللي بتتفرج علينا وبتتابعنا، حسب اللوائح اللي موجوده والمعتمده من الفيفا بتاع اتحاد الكوره، ان العميد ثروت سويلم هو المدير التنفيذي، هو القائم باعمال رئيس اتحاد كره القدم، مش مزبوط. المدير التنفيذي ما بقاش مدير تنفيذي بقى، هو القائم باعمال رئيس اتحاد كره القدم المصري، يعني هو رئيس الاتحاد بالظبط. تمام، ومعاه طقم الاداريين اللي في الاتحاد، معاه الدكتور برضو، خلي بالك لازم ناخد بالنا مع مين، الدكتور محمود سعد رئيس اللجنه الفنيه او مدير اللجنه الفنيه في اتحاد كره القدم، معاه بقى طبعا المسؤول المالي والمسؤول الاداري، ومعاه شؤون قانونيه وشؤون القانونيه، كل الطقم ده هو بيعمل زي حاجه مصغره كده، لجنه لجنه مصغره، وهو بيدير الاتحاد على اساسها، فمعاه مسؤول مالي، مسؤول قانوني، معاه رئيس اللجنه الفنيه، بيقعدوا ويديروا الاتحاد ويديروا كل حاجه بما هو كانهم مجلس اداره، بيدعوا لانتخابات خلال 90 يوم بحد اقصى. كل الاجراءات دي هتحصل امتى بقى؟ برضو عشان الناس، في ناس عماله تتكلم وتطلع اخبار وبتاع ومش عارف ايه وده ايه وده ايه واختيار مين وترشيح مين والكلام ده كله، كل هذا الكلام ليس له اساس من الصحة. مفيش تعيين. لا انا بتكلم على ان في مش عارف ده هيتفقوا مع مين كمدير فني وكلام، اي تصريحات طلعت اختيار مدير فني للمنتخب، اي تصريحات او اي اعلان او اي خبر طلع غير دقيق وغير صحيح، كلها تكهنات واجتهادات. بكره اخر ميعاد لتحصين قرار استقاله رئيس اعضاء اتحاد الكوره، مر اسبوع، هيكون مر اسبوع على تقديم الاستقاله بالظبط، هيكون هو خلاص، لان يعني بكره ممكن حد دلوقتي يفكر ويرجع في استقالته، مظلش. طبعا هو ده مش هيحصل يعني، ولو حصل تبقى يعني حاجه. فاذا بكره هيتحصل قرار الايه؟ قرار الاستقاله. قرار الاستقاله، يبقى خلاص، يبقى كده خلاص ما بقاش في لحد دلوقتي واحنا قاعدين اهو،
احنا لسه مجلس اداره اتحاد الكره لسه قائم بحكم القانون واللائحه لان هو لسه موجود. بكره هيتحسن قرار الايه الاستقاله ويبدا مخاطبه بقى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي عشان يبدا يشتغل. هيبدا يخاطب الاتحاد الدولي يبعت جواب للاتحاد الدولي ان تم الاستقاله والاستقاله خلاص مش الموعد القانوني للرجوع في الاستقاله وان خلاص دي بقى استقاله نهائيه والكلام ده كله. فيبدا بتاع الاتحاد الدولي ينفذ بقى هو بينفذ اللائحه هيبقى يعني كل ده بيبقى اجراءات رسميه وروتينيه معروفه. كمان احنا مش حسب بقى ما يعني معلومات مؤكده ان مفيش اي قرارات هتطلع الا بعد انتهاء بطوله كاس الامم الا بعد انتهاء النهائي. مصر تحتفل بالنهائي هو صحيح حفل او زفاف زي ما قال واحد من الناس اللي كنت بكلمهم قبل ما ادخل مع حضرتك على الهوا ان هو فرح بدون عريس للاسف يعني للاسف يعني ان احنا هنحتفل بختام كاس الامم الافريقيه والعريس مش موجود اللي هو المنتخب بتاعنا مش موجود يعني. لكن انا بقول ان هذا الختام ان شاء الله هيكون لا يقل عن روعه الافتتاح وبالتالي تكون مصر نجحت في تنظيم واحده من البطولات غير المسبوقه افضل بطوله على التاريخ حتى باعتراف الكاف ان هو قال لك ان اللي هينظم البطوله بعد كده هيبقى في موقف حرج جدا بالزبط. لانه لن يستطيع ان هو يوصل للدرجه اللي يوصل يقترب من المستوى اللي وصلت ليه مصر في التنظيم اكيد. فطبعا اي اجراء بالنسبه لاتحاد الكره مش هيتاخد الا بعد يوم الجمعه القادم اللي هو نهائي كاس الامم الافريقيه. طيب طبقا للائحه والقانون المدير التنفيذي هو اللي بيقود وبيصير الاعمال الاداريه مع الموظفين او الادارات اللي هتكون موجوده معاه في الاتحاد. كل القرارات كل القرارات. طيب باختيار المدير الفني باختيار مدير الفني المنتخب كل زي ما انت عايز تقول. طيب على الورق اوكي ممكن ده يمشي تمام لكن لمصلحه الكره المصريه ايه الاطار اللي ممكن يمشي بيه الاتحاد خلال الفتره القادمه عشان ما نقعدش من تاني بنفس الاخطاء السابقه. انا مش هقول يتعمل لجنه وصايه يعني لو حتى عشان ما يبقاش شكلنا وحش قدام العالم يقول لك ده عاملين لجنه وصايه ومش لجنه وصايه. لكن من مصلحه مصر مصلحة الكرة المصرية ان فعلا يتعمل لجنة اشبه بلجنة الوصاية على لجنة يعني اللجنة دي تكون في مكتب وزير الشباب والرياضة وتكون في الاتحاد. لا ما انا هقول لك يعني هي المفروض هو العميد سارة سويلم يشكل لجنة منبثقة هنقول اللجنة الفنية اللي هي فيها الدكتور محمود سعد ويبقى رئيسها الدكتور محمود سعد بحكم ايه منصبه. واللجنة الفنية دي تتشكل من أحسن الخبراء ومش لازم الخبراء اللي هي الأسماء التقليدية خبراء كورة لا حتى إداريين لا يعني أنا ممكن أجيب شباب من شباب اللي بيطلعوا في القنوات الفضائية وبيحللوا وعندهم ومعلومات واطلاع والكلام ده مش عيب بالعكس أنا أجيب الناس اللي هي مطلعة على أحدث الطرق في التدريب وبتتكلم وبتقرأ وبتطلع والكلام ده. عندك أسماء؟ انا ما مش هقول اسماء احنا مش هنقول اسماء لان احنا طبعا الدنيا كلها معروفه كلنا عارفين بعض زي ما بنقول كده الوسط الكروي كله معروف والخبراء ولازم استعين بخبراء اجانب طبعا في التخطيط للكره المصريه تمام. انا مش احسن انا مش احسن من المانيا مش احسن من فرنسا انا اشوف الدول اللي تقدمت ونجحت ولها تجارب ناجحه في كاس العالم وفي تنظيم المسابقات المحليه لازم استعين بيهم. الاهلي هنا النادي الاهلي كان بيستعين بخبراء في اوروبا لان هو يتعلم منهم. طب ما هيجي يقول لك يا استاذ رضوان ما هو في مجلس اداره جاي بعد شهر او اثنين مش هستنى انا لسه قدامك 3 اشهر هتعمل انتخابات وبعدين بعد شهر نعم ممكن بعد شهر لا 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 خلال 3 اشهر ان هو ما هو حد اقصى 3 شهور لكن بعد انتهاء السنه الماليه تقدر تعقد يعني تدعو الانتخابات بعد شهر. هو عشان الكلام اللي اتقال قال لك ممكن ايه يحصل تسويف وممكن انت الجمعيه العموميه ويبقى تاثر على الجمعيه والجمعيه ما تكتملش. لا انا بقول للناس اللي بتتكلم هذا الكلام مش هيحصل. ايه ده واحنا رايحين في الاطار ان احنا لا مش هيحصل. لا في ناس اتكلمت في كده ان لا اصل ممكن يبقى في اتفاق وفي اتصالات ولا ما تروحوش والكلام ده ده لسه انت في مصر ده لسه لا ده لسه البطوله انت في ناس قالت كده لازم تتوقع كده لازم تتوقع حاجات سريه واتصالات سريه وتعطيل الجمعيه العموميه ومش عارف الكلام ده كله. لكن انا بقول لكل من يتوهم ان هيعطل جمعيه عموميه لاتحاد كره القدم مش هيحصل.
تمام. يعني في جمعيه عموميه هيتحدد ميعادها بعد كاس نهائي كاس الامم، يعني بعد يوم الجمعه الاسبوع اللي هو يلي كاس الامم ده، هيبقى فيه شويه تحركات وقرارات كبيره يعني. تمام الامر سواء اتفضل. سواء داخل طبعا طبعا احنا لا نغفل، واحنا مش هنقلل من شان اللائحه والبتاع والفيفا والكلام ده كله، لكن الدوله المصريه وزير الشباب والرياضه هيحط ايديه، مش معناه ان ده تدخل حكومي، لا هو مش تدخل حكومي، لا احنا بنبص لمصلحه مصر ومصلحه الكره المصريه. هنعمل ايه؟ ده لازم يكون بمشاركه الدوله، لازم تكون موجوده ولازم تبقى حاضره في هذا الملف، لان الملف ما تحلش قعد عشرات السنين ان احنا بنعالج وما بنعالجش صح. يعني احنا مسكنات، كلها مسكنات، ما عملناش العمليه الجراحيه اللي هي الايه اللي المفروض تتعمل كل مره، ما عملناهاش، لازم نعملها المره دي وهتتعمل ان شاء الله. طيب قبل ما اخش في تفاصيل الجمعيه العموميه واللجنه اللي ممكن تيجي، لان اللجنه اللي هتيجي هل هتدير او هل هتفكر في الامور الفنيه ولا كمان هتظبط الامور الاداريه المتعلقه باللائحه، لكن عايز ابدا قبل ما اتكلم في التفاصيل دي يا استاذ رضوان، الجزء الاهم مجلس النواب. يعني بعد خروج المنتخب كان في تفاصيل كده المجلس اتكلم عليها وعدد من النواب، وحضرتك طلعت اتكلمت في هذه الجزئيه، ايه الجزء المنوط بمجلس النواب ان يتكلم في هذا الاطار، او الدور اللي ممكن يقوم بيه في هذا الاطار طبقا للشكل القانوني، لانك بتتكلم عن مرحله اطار كره قدم مع اتحاد او مع مؤسسه تابعه للاتحاد الدولي. نمره واحد، احنا ما زلنا متمسكين، وانا من اشد المتمسكين، بلازم يتعمل لجنه تقصي حقائق في اتحاد كرة القدم. انا ما يهمنيش مين مدان ومين بريء ومين الكلام ده، انا يهمني ان انا اطمن على هذه المؤسسة الخطيرة، اطمن عليها وان الشعب كله يطمن على ما يحدث داخلها، سواء بقى امور ادارية امور مالية كل الكلام ده عايزين نطمن. ها مال اتحاد كرة القدم ده مال عام، وده ملك الشعب. تمام ولازم الشعب يعرف كيف يدار هذا اتحاد الكره ماليا واداريا، كيف كان يدار، وايه اسباب الفشل اللي حصل في كاس العالم. ها ملف كاس العالم لازم يعاد فتحه تاني. هو كان وصل لايه طيب؟ ما كان وصل ان احنا كنا طالبين لجنه تقصي حقائق ووقفت. وفي لجان دخلت، الجهاز المركزي المحاسبات والرقابه الاداريه والكلام ده كله، تفتيش مالي وكل تفتيش مالي واداري، كل ده احنا عاوزين النتائج اللي حصلت، التحقيقات اللي حصلت، والفحص اللي حصل داخل الاتحاد ده، وعايزين لجنه تقصي حقائق. انا بطالب المجلس النواب، وبطالب الجهات المسؤوله في الدوله، كل الجهات الرقابيه في الدوله، ان ده حقنا وحق الشعب المصري انه يعرف ماذا يحدث داخل هذا الاتحاد وماذا حدث فيه خلال السنوات الماضيه. ده حقنا وحق كل الناس، لازم نعرف ايه اللي كان بيحصل في هذا الاتحاد عشان نطمئن على ان لازم، عشان انت هتعرف تشتغل ازاي في المرحله اللي جايه، لازم تعرف اللي حصل ايه في المرحله اللي فاتت. بالظبط، يعني مفيش مستقبل بدون حاضر، ومفيش حاضر بدون ماضي، فكل ده مرتبط ببعضه. لازم الحلقات دي كلها تكتمل ونعرف ايه اللي بيحصل، عشان احنا لما نيجي نفتح صفحه جديده هنفتحها ازاي وعلى اساس ايه. بالظبط، هنردم على القديم. طب لو في مخالفات اللي جاي ده يشيلها؟ لا، عايز اعرف اللي فات ده، لو في مخالفات تتقال في مخالفات كذا وكذا وكذا، عشان اللي جاي يبدا من نقطه الصفر. بالزبط. لان اللي جاي فعلا هيبدا من نقطه الصفر، ده حقيقي، لان لازم نعيد بناء هذا الهيكل الإداري، او هذه المنظومه الكرويه، اداريا وفنيا وعلميا وكل حاجه وماليا، كل حاجه لازم تتظبط. ما يبقاش شغل كده يعني لجنه المسابقات يشيلها فرد واحد لوحده، الحاج عامر حسين. لا، عايزين لجنه محترفه. لا، حتى العمل التنفيذي نفسه، المدير التنفيذي لازم المدير التنفيذي ده يبقى له مساعد هنا ومساعد هنا ومساعد هنا، لان دي ما بقاش اتحاد الكره ايام الله يرحمه اللي هو الديب ومدير الاتحاد. كان زمان الدنيا كانت سهله وبسيطه وكده، السيستم ما كانش زي دلوقتي. يعني ما كانش فيه الاحتراف ولا كانش فيه فلوس هذا الكم الهائل. من انت بتتكلم في اتحاد الكره بيتعامل مع مليارات دلوقتي، مش ملايين، مليار واثنين. بالظبط، عقد الرعايه، يعني وفلوس من الاتحاد الدولي، داخل في مليارات. بالظبط، في فلوس بتيجي من الاتحاد الدولي، في مش يعني في دعم انشائي ودعم فني. نعرف الفلوس دي جت وراحت فين. الفلوس اللي جت، الفلوس بتاعه كاس العالم، جت مكافاه التاهل لكاس العالم، اللي هم مش عارف كام، حوالي 8 مليون دولار. يعني الفلوس دي جت دخلت وراحت، اتصرفت ازاي وراحت فين، اللعيبه خدت ايه، المدربين خدوا ايه، لازم الكلام ده كله يتعرف. ما هو انا فلوس جت، طب راحت فين،
اتصرفت ازاي. طيب فكل ده دي لجنة تقص حقائق واحنا متمسكين بيها. طيب كم عدد طلبات الاحاطه اللي تقدم بها النواب داخل مجلس النواب؟ عشرات طلبات الاحاطه. هل في طلب مختلف في الطلبات اللي كلها ولا نفس كلها كلها واحد؟ طب مصيرها؟ ما هو مصيرها هتتناقش. انت هو للاسف ان دور الانعقاد في الفتره الحاليه مجلس النواب يعني برضه دايما اتحاد الكره يجي كده لازم المشكله تحصل. هو يعني انت في كاس العالم السنه اللي فاتت برضه نفس بالظبط في شهر 7 يعني احنا يعني كاس العالم خلص في شهر 7 كاس الامم بتخلص في شهر 7 ودول انعقاد يمكن يخلص يوم الاثنين فحتى مش هنلحق نناقشه. لكن مش هنلحق نناقش حاجه لان انت احنا هنناقش في يوم الاحد والاثنين اللي هو قانون الجامعات الاهليه وده طبعا قانون خطير جدا ولازم ده احنا المفروض أكيد. كان دول الانعقاد يخلص يوم الخميس اللي فات ده لكن احنا تم مد العمل في المجلس والجلسات على اساس ان احنا نناقش قانون جامعات الاهليه. طيب في طلبات الاحاطه مين المنوط بالحضور والرد على هذه الطلبات؟ بص احنا ما بنتعامل اي طلب احاطه بيقدمه اي نائب بيبقى موجه للحكومه المصريه. الحكومه ممثله فيه رئيس الحكومه والوزراء ما نقدرش نخاطب حد بعد كده. مش ما نقدرش لا يعني احنا ما فيش الشكل القانوني او الاطار الشكل القانوني هو ده اقل حد يعني حتى لو عايز انا استجوب او اقدم طلب احاطه في محافظ لا بقدم طلب الاحاطه لوزير التنميه المحليه اللي هو بيرأس المحافظين. اما اقدم حاجه عن الرياضه يبقى وزير الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه هو اللي بيجيب مثلا اتحاد الكوره هو المسؤول قدامي عن لاننا بتعامل مع مؤسسات حكوميه وليس مؤسسات اهليه. الوزير المسؤول بيجيب اللي هي القطاع او المؤسسه المسؤوله عن بالظبط كده. فهو طلب الاحاطه كل طلبات الاحاطه بتقدم لرئيس الحكومه ولوزير الشباب والرياضه. طب وده مش معناه ان هم اللي مقصرين لا هو انا ما اقدرش اخاطب حد في اطار لا القانون. في اطار هو ده الاطار القانوني والتشريعي والدستوري ان انا لا اخاطب الا رئيس الحكومه او الوزير المختص. طيب الوزير المختص دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واعلم جيدا ان الملف ده بيولي ليه اهميه كبيره جدا وعارف تفاصيله لان هو من المكان او هو من الناس اللي كانت مسؤوله او ليها دور في الوسط الرياضي وتحديدا كره القدم. وهو كان عضو في اتحاد الكره قبل كده وقبل كده كان لما كان في تعيين لجنه في الاتحاد بالظبط كده. فهو برضه خبراته في هذا المجال وانا طبعا انا بتناقش معاه في بعض الامور الخاصه بالموضوع ده. فهو الراجل يعني فعلا هو بيتعامل مع هذا الملف بالحكمه والذكاء لانه طبعا احنا مش انا ممكن يطلع يتكلم واطلع تصريحات وان شاء الله وهيتحاسب وهنعمل لا ما ينفعش الكلام ده. مفيش حد مسؤول بيقول كده يعني هو عشان انا اخد شعبيه وبتاع اقول شويه تصريحات كده تضرني ما في الخارج وبتاع لا يعني احنا بنتعامل مع اللوائح الدوليه فكل حتى قوانيننا في مصر حتى القوانين الغير متعلقه بالرياضه كلها بنوفقها بحيث تتوافق مع اللوائح والقوانين الدوليه بالظبط لان احنا دوله والدستور كمان الدستور المصري بينص على كده بالظبط يعني انت قانون الرياضه لما احنا عملناه وفقا للايه للمعايير الدوليه بالظبط يعني عشان طبعا ما تصطدمش حتى قانون الجامعات الاهليه برضو هيبقى لازم هيبقى طبقا للمعايير الدوليه فاذا انت ماشي في هذا الاطار ان انت بتتعامل مع عالم من حواليك بيتابعك وانت ليك علاقات معاه فلازم تبقى كل قوانينك واللوائح بتاعتك. مش معنى كده ان انا خايف لا انا بطور لوائحي وتشريعاتي بحيث ان هي تتوافق مع التشريعات الدوليه. طيب سؤال ممكن المشاهد هو بيتفرج علينا دلوقتي يطرحه. نعم. وانا بالتاكيد دوري ان انا بطرح الاسئله في اجابات كتيره ببقى عارفها بدوري ان انا موجود في الوسط من زمان وعارف بالتاكيد ايه اللي بيحصل لكن برضو المشاهد عايز يعرف طب هل هيبقى ليهم دور هل ما لهمش دور. طب ما سبق قبل كده قدمنا طلبات احاطه وما اتعملش حاجه لكن المره دي احنا محتاجين نوصل لنتيجه. النتيجه السريعه منين هتطلع او منين هيكون مصدرها؟ انا اشوف هقول هل من مجلس النواب هل من وزاره الشباب والرياضه هل من الاداره التنفيذيه لاتحاد الكوره نفسها هي اللي تقدر تعمل ده؟ بص هقول لحضرتك حاجه تاكد والناس كلها تتاكد ان الدوله في هذه المره لن تتسامح ولن تسكت عن اي فساد. طبعا الدوله معروفة انت شايف كل يوم بتكتشف ويتم القبض على مفسدين ومرتشين في كل القطاعات في الكهرباء وفي كل حتة بتلاقي في كل يوم على الأقل
بثلاث اربع خمس اواضي، سواء بقى من الرقابه الاداريه، من الداخليه، من الاموال العامه، يعني في الجهات الرقابيه بتشتغل بصراحه يعني. بصراحه. فاذا انت بموضوع ملف كره القدم واتحاد كره القدم، تاكد ان ما حدش زي ما قلت لك كده، ممكن يكون احنا مستنيين على ما تخلص البطوله. وبقول لك زي ما قلت لك ان الاسبوع القادم هيبقى في مفاجآت، هيبقى في اجراءات لا اجراءات يعني محدده وصارمه، وسواء على المستوى الفني بقى او على المستوى المالي والاداري والكلام ده كله، الملفات دي هتتفتح. بس طبعا انت ما ينفعش تفتح الملفات دي البطوله شغاله، والبطوله شغاله وعندك ضيوف وعندك وزراء وعندك مسؤولين وقيادات، وجاي ما ممكن يجي في الختام رئيس الفيفا، ممكن يجي رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، إن شاء عندك الله. قيادات رؤساء الدول موجودين، احنا في كرنفال، انت في كرنفال. فاذا انت دلوقتي الدوله مش هتنزل بقى تروح تنزل الرقابه الاداريه وتنزل جهاز المركز المحاسبات والتفتيش المالي والاداري وبتاع، والناس تطلع والاخبار تطلع والفيفا يقول لك ايه ده وكاس الامم والتعال الافريقي. فطبعا انت كل حاجه الناس بتتعامل مع هذا الملف بحكمه وذكاء. فانا بقول لكل الناس في مصر، ما حدش يعني اطمنوا ما تستعجلوش، دي التويته اللي كان كتبها وزير الشباب الرياضي، اطمنوا ما تستعجلوش الله ينور عليك. فاذا انت بتقول بنطمن كل الشعب المصري ان ما حدش هينجو من الحساب، لان اتحاد الكره ده بيبقى مسؤول عن مزاج الشعب المصري. بالظبط. كره القدم يعني دي أنا ليها يعني انا بقول انت في لقطه واحده بس، اقسم بالله الواحد يعني دايما بفتكرها بزعل. يعني احد المشجعين في المدرجات وهو عمال يطبطب على بنته، على بنته او ابنه، والولد او البنت دي منخرط في البكاء الشديد. طبعا دي ما كان ده كانت حاله واحده من الاف وملايين الحالات اللي كانت بتحصل، كانت موجوده في الاستاد وفي مصر وفي البيوت. يا سيدي الفاضل، كل الناس دلوقتي عندها حاله من الحزن، انا بقولها لك يعني سواء مكبوت او غير مكبوت، واللي بيطلع على الفيس واللي بيصب اللعنات والكلام ده كله واضح يعني. فاذا لو حد، وعشان كده انا بقول للاخوه الزملاء الاعزاء الاعلاميين اللي كانوا اعضاء في اتحاد كره القدم ويطلعوا على برامج رياضيه، سواء ده شغلهم، انا وبقول ان شغلهم ده على عيني وراسي، لكن اتمنى منهم ان هم يعني يبتعدوا عن الشاشات في الايام دي. اتمنى منهم، وهم اصدقائي وحبايبي، اتمنى منهم ان هم يبتعدوا عن الشاشات والظهور على الشاشات، لان ظهورهم على الشاشات بيستفز الناس، لانه كان شريك في انت كنت شريك، فما ينفعش ان انت تتكلم على بطوله، حتى لو ما بتجيبش سيره منتخب مصر او ما بتجيبش، تتكلم عن البطوله. البطوله دي انا كل ما بيعدي دور انا بحزن اكتر، بقول مصر كانت هي المفروض تبقى موجوده في الماتش بكره، في ماتش اللي نيجيريا، موجود في استاد نيجيريا والجزائر، انا المفروض كنت اكون طرف فيه النهائي، انا كنت المفروض كان طرف. انت هتتكلم عن المباراه دي، ما ينفعش ان انت تتكلم دلوقتي، على الاقل ان انت ما تظهرش حتى البطوله دي ما تخلص. ده كان المفروض بينك وبين نفسك ان انت كنت تختفي عن الظهور على الشاشه في الفتره دي لحد ما البطوله تخلص، وبعد كده تمارس عملك. انا لما بكون يعني اخطات في حاجه انا بنزوي شويه، لازم انزوي شويه عن الاعلام وعن الظهور عشان احاسب بيني وبين نفسي، اراجع نفسي على الاقل. فطبعا يعني انا هم اصدقائي وما زعلوش مني، ان انا يا ريت الطلب ده يعملوه حتى في اليومين اللي جايين. انا بقولش كده ان انا عايز احرمهم من اعمالهم ولا عايز، لا، هو حته تقدير لمشاعر الناس يعني. طيب ارجع تاني لجزئيه اتحاد كره القدم، وبما انك بقى ناقد رياضي وحضرتك ليك شان كبير في هذا الوسط وعندك خبرات وعارف الجامعات العموميه بتعقد ازاي ومعايير اختيار الانديه عشان تبقى ليها صوت، انا اتذكر في فتره لما كان متواجد الاستاذ عصام عبد المنعم الكاتب الصحفي والكابتن عصام عبد المنعم طبعا. نجم النادي الاهلي لما كان على راس المنظومه في اتحاد كره القدم، مش هتكلم على جزئيه ان هو رفع القلم اول ما قعد على الكرسي طبعا، لا، بس اول ما قعد على الكرسي اول حاجه فكر فيها ايه المعايير اللي تخليني اختار 40 او 50 نادي هم اللي يتحكموا او هم اللي يختاروا مجلس اداره لاتحاد الكوره. النقطه دي ممكن نبدا منها ازاي؟ لان دي النقطه الاساسيه اللي على اساسها هنبدا نشتغل عليها. بص حضرتك يا استاذ محمد، اولا اللائحه بتقول ايه؟ تقول لك ان المدير التنفيذي هو يقوم باعمال رئيس الاتحاد ويدير الايه؟ ويدعو الى انتخابات خلال 90 يوم. خلاص؟ فهو مستحيل ان هو يجيب جمعيه عموميه عشان تغير اللائحه. لازم يعمل الانتخابات الاول، وبعدين مجلس الاداره الجديد، لان طبعا اختصاصات اللجنه المؤقته ديت دي لجنه مؤقته مش تعديل لائحه.
نعم مش تعديل لائحة، مش هيكون هي هدفها ان تدعو الانتخابات وتعمل انتخابات بالظبط، ويجي المجلس الجديد هو يا اول حاجه يعملها زي ما عمل النادي الاهلي. النادي الاهلي اول ما خلص انتخاباته عمل ايه؟ لائحه، راح مغير اللائحه. خلاص يبقى اتحاد الكوره اول مهمه ليه المجلس الجديد. حتى المجلس اللي جاي يقول لك اصل هم ايه هيفضلوا يماطلوا عشان السنه تخلص، يعني مش معقوله يعمل انتخابات السنه دي وبعدين يجي يعمل انتخابات السنه الجايه، لان المجلس اللي جاي ده سنه هيقعد سنه لغايه صيف 2020. يا سيدي الفاضل، هذا المجلس اللي هيجي ده هيقعد سنه، ممكن هذا المجلس يغير خريطه كره القدم في مصر في السنه دي بالظبط. يعني احنا نسميه مجلس انقاذ، مجلس انقاذ. هذا المجلس هو يقعد شغلته شغله الشاغل ان هو يطور منظومه كره القدم، يطور المسابقات، يعمل لوائح، يعمل لوائح بقى يعني للمسابقه والشؤون اللاعبين والحكام، تضمن ان الكره المصريه دي تبقى في السماء. مش لوائح تفصيليه ان افصلها عشان انا هقعد وبند الثمان سنين وبند الكلام ده، لا انا عاوز لوائح تعيد كره القدم على الخريطه، لا تحط كره القدم على الخريطه العالميه بالظبط. عاوز اعمل نظام عالمي في المسابقات، عاوز اعمل اتحاد الكره ده يبقى هو مسؤول عن المنتخبات، عايز ارجع رابطه الانديه محترفه. يا ريت ده، لا ده مش يا ريت، ده اساس. عايز اعمل لجنه فنيه على اعلى مستوى من خبراء، وبقول لك مش عيب ان انا اجيب خبراء اجانب، ومش عيب ان انا اجيب خبير اجنبي يعمل لي يطور لي قطاع الناشئين في المنتخبات ويطور التحكيم، ويطور التحكيم، مش عيب، مش عيب ابدا. انا بعاني، انا لا يمكن ان انا اغفل ان انا بعاني من ازمه في التحكيم. انا عندي ازمات في كل حاجه، منتخبات فين؟ منتخبات الناشئين والشباب والكلام ده كله، في المنتخب الاولمبي. طب هل الخبير الاجنبي اللي هيجي او الخبراء الاجانب اللي هيجي هم اللي يختاروا؟ انا مش لازم هو اللي يختار، لا انا اجيب الخبير الاجنبي ده يخطط لي يجي كده، بس يكون خبير اجنبي يعني جاي صح، يعني مش اي حد يجي كده ياخد لابس بورنيطه وخلاص، لا واحد انا بدرسه وبدرس كويس وعارف بيعمل ايه وعارف يشتغل وسبق ليه تجارب قبل كده، واجيبه واناقشه واشوف اللي هيعمل لي العمل اللي هيعمله لي قبل ما اعينه. فاذا هي مش موضوع، انا المجلس اللي جاي ده هيقعد سنه، يقعد 9 اشهر، يقعد 6 اشهر، هو ده مجلس انقاذ. ومش معنى كده ان انا نعم مش بالكم بالكيف. وبعدين المجلس ده برضه عشان الناس تبقى عارفه لازم يكون مجلس توافقي. يعني ايه؟ يعني احنا بالبلدي كده قايمه نازله مع بعضها، قايمه وهنتفق عليها، والانديه اللي هي الجماعه ال 260 دول لازم هيمشوا بالكلام ده، مش غصب عنهم، برضاهم وبالحب والحلق وال يعني انت فاهمني وكل الناس فاهمني انا اقصد ايه. طبعا. يعني الفوضى بتاعت الجامعات العموميه مع احترام لكل رؤساء الانديه، وانا اعتقد واجزم ان رؤساء الانديه ومراكز الشباب اللي هم اعضاء في اتحاد الكره اللي هم الجامعات العموميه، انا عارف ان هم ناس وطنيين وناس مصلحه مصر تهمهم، وال 30,000 جنيه اللي بياخدوهم هياخدوا اضعافهم لو مشوا صح. تمام. انا بقول رساله ليهم، والله ما تنتظرش الرشوه اللي هي قبل الانتخابات او الجمعيه العموميه دي، رشوه انتخابيه سيبك منها، لكن انت يهمك مصلحه ناديك، وبدل ال 30,000 جنيه هتاخد ممكن توصل ل 3 مليون جنيه وتطور النادي بتاعك وتعيش بقى. يعني سيبونا من الشغل اللي هو الصغير ده، احنا عاوزين شغل على اعلى مستوى. انت ترتقي، لما ترتقي باتحاد الكره بتاعك ناديك هيستفيد. تمام. مش هيستفيد ال 30,000 جنيه ولا ال 10,000 جنيه ولا الهديه اللي بتتقدم ساعه الجمعيه العموميه، لا احنا ناس اكبر من كده وناس بنحب مصر، وده هيجي ان شاء الله. وانا أكيد. واثق في وطنيتهم أكيد. وفي حبهم لبلدهم، وواثق ان هم عانوا زينا احنا زي ما احنا معانينا. بمناسبه المدير الفني معانا تقرير مهم، الجماهير بتتكلم عن ترشحها لافضل مدير فني وافضل لاعب في بطوله الامم. نخرج من هذا التقرير نشوف راي الجمهور، ثم نعود الحديث مع الاستاذ رضوان الزياتي بعد هذا التقرير.
والله انا عاجبني جدا مدرب مدغشقر اسمه دوبسي تقريبا، ده فرنساوي، راجل امكانياته عاليه جدا وعرف يوظف امكانياته وقدرات لعيبته ويوصل لمرحله كويسه في البطوله. افضل لاعب في رياض محرز، في ساديو ماني، دول بعتبرهم من احسن اللعيبه في البطوله. ارشح جمال بن ماضي، عامل عامل بطوله جميله جدا مع الجزائر، وبرضه رياض محرز احسن لعيب يعني، وبتمنى ان الجزائر هي اللي تاخد البطوله ان شاء الله السنه دي. جمال بن ماضي الجزائر، مفاجأة رهيبة، راجل صغير في روح في إصرار، في 2006 منتخب مصر 2006 كده. جمال بالماضي مدير الفني المنتخب الجزائري، ساديو ماني. والله مدرب الجزائر كان عامل شغل كويس، جمال بالماضي جدا، كويس وفي شغل في الملعب وأداء اللعبة كويس معاه. رياض محرز شغله كويس، شغله كويس مع الفريق بتاعه والمدرب بتاعه برضه كويس. جمال بالماضي مدرب كويس، مدرب جدا جدا، والفرقه حلوه جدا، شرفت العرب وافريقيا طبعا. منين بعد صلاح؟ الجزائر. جمال من الماضي، جدا، كويس جدا. مني احسن لاعب. اهلا بحضراتكم من جديد، وشفنا طبعا ترشيح الجماهير لافضل مدير فني وافضل لاعب في البطوله، لكن العبره في النهايه العبره بالخواتيم، العبره بالبطوله. المنتخب اللي هيفوز بالبطوله هيبقى المدير الفني هو افضل مدير فني في البطوله، والمنتخب اللي هيفوز بالبطوله هيبقى افضل لاعب في البطوله، هيكون من المنتخب اللي حقق اللقب سواء هداف او كان لاعب في المنتخب اللي فاز وحائز على اللقب في نهايه هذا البطوله، في هذه البطوله. استاذ رضوان، افضل مدير فني هيبقى اكيد المنتخب اللي هيفوز بالبطوله، اكيد طبعا. وافضل لاعب هيكون اللي هو اللاعب اللي هو هداف او او سجل هدف الفوز في المباراه النهائيه، يعني ده غالبا يعني. لكن هو عموما المستوى الفني العام للبطوله ديت يعني يعتبر ما بيتراوح ما بين المتوسط وفوق المتوسط. هل ممكن يكون في استثناء المره دي؟ لا قدر الله، يعني ما كانش فريق عربي فاز بالبطوله سواء الجزائر او تونس وتم اختيار جمال بالماضي وهو مش فايز مثلا باللقب، ممكن يحصل لانه يستحق. يعني انت ما تقول مثلا لو السنغال مثلا خدت البطوله، مش لازم يكون سيسي هو احسن مدرب، لان في مدرب تاني عمل، في مدرب تاني فريقه ما لم يكن مرشحا ووصل به لمرحله متقدمه جدا وقدم اداء اقنع الناس كلها. فاذا هو ده يعتبر المدير الفني، مدير فني عمل شغل حست بيه الناس وحس بيه الخبراء. تاني عادي، ما كل الناس مرشحه منتخب السنغال، مش كل الناس مرشحه منتخب السنغال من اول البطوله رقم واحد حقيقي. وكان رقم اثنين المغرب خرج. اذا لما يبقى جمال بالماضي ويوصل لمنتخب الجزائر للنصف النهائي وممكن يوصل للنهائي، هيبقى ده عامل طفره في منتخب الجزائر، واول مره يتولى قياده منتخب الجزائر ومنتخب اول في بطوله افريقيا. السن ده يعني السن يعني ما عندوش الخبرات الكبيره وبتاعه، وصل الفريق وبعدين شفنا بصماته، يعني سواء بصمات فنية أو بصمات معنوية. يعني هو المدرب بس مش مجرد إن أنا بدرب فرقة وخلاص، لا، أنت إزاي بتتعامل مع الفرقة وإزاي بتتعامل مع كم من النجوم ده، نجوم لأنه عمل منتخبين. وأنت إزاي تعمل منتخبين، وده أنت لعبت، ما حصلش في تاريخ كأس الأمم إن في فرقة غيرت 9 لاعبين في التشكيل الأساسي بتاعها. يعني أنا ما أفتكرش على مدار البطولات اللي أنا تابعتها كلها من سنة 84 أو 86 ما شفتش الجزائر بنفس لا ما شفتش فريق لعب بتسع لاعيبه في ماتش في ماتش غير التشكيل الاساسي، ما شفتهاش. يعني هو الكابتن الجوهري عملها في 98 في بوركينا فاسو، بس ما كانش 9، لا ما كانش حوالي 5 او 6 لاعيبه، عمرها ما وصل 9. لما اتغلب المباراه الثالثه 9 معناها ده تشكيل كامل، منتخب يعني تاني، منتخب جديد. بس فطبعا يعني جمال بالماضي لحد دلوقتي، وانا اعتقد ان هو هيبقى هو احسن مدرب في البطوله. طيب ده ياخدنا لجزئية تانية ومتعلقة بمنتخبنا الوطني. بالمقارنة هتبقى مقارنة ظالمة طبعا يعني، بس مفيش مقارنة خالص. طب انا كنت اسال على مين؟ على اجيري، خافير اجيري، سواء اختيارات سواء طريقة لعب سواء اسلوبه هو او فلسفته في قيادة المنتخب. بص اقول لك حاجة، احنا كاعلام مصري، الاعلام بقى لازم ننتقد نفسنا بقى، مش احنا بننتقد الاخرين. تمام، لازم ننتقد نفسنا. احنا عاطفيين، احنا كاعلام عاطفي. انا المفروض كلنا كنا عارفين الاخطاء فين، وكلنا ما رضناش نقول، في البعض قال وفي البعض توقع ان هو احنا هنخرج بدري، وساعتها حتى اتلام
وقالوا له ازاي ومح ومنع من الظهور على الشاشات عشان هو قال ان المنتخب. المهم يعني احنا لازم نقول الحقيقه وخلاص، ودي علمتنا وانا شخصيا اتعلمت. مش هجامل، مش حته هجامل، كنا بنقول ايه ان انا لا مش مفيش داعي ان انا اخبط دلوقتي. اصل النقد الموضوعي لا يعني انت مثلا ما تيجي تقول اختيارات اجري خاطئه، انا كان لازم اقول الكلام ده قبل البطوله. اتقال بس اتقال برضو ايه، يقول لك طب خلاص هو بقى المسؤول وهو يشيل الليله وخلاص. لكن كان ايه المفروض كان يبقى فيه تدخل. ما هو التدخل مش من الاعلام، الاعلام قال. لا يعني انا الاعلام ما قال، بس ايه احنا كان لازم يبقى راي عام ويتعمل راي عام وضغط ضغط شديد. احنا كنا بنقول طب بس يا جماعه كان يوسف على الترابيزه هنا لا طب احنا مختلفين وفي الاخر تقول رؤيه فنيه للمدير الفني وبعدين في الاخر طب خلاص يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل ودي رؤيته هو يشيل المسؤوليه. لا احنا بقى المفروض ما نعملش كده بعد كده. لما نشوف حاجه غلط كلنا نتفق ونقول الحاجه دي غلط ولازم تتصلح دلوقتي. تمام، لازم تتصلح دلوقتي. لان انا مش هاجي بقى اسيبها بقى للتجربه. يعني المفروض المره دي ما كانش تبقى للتجربه. طب انت بتقول انا جايب اجري مش عشان كاس الامم بالظبط، ما كانش جت كاس الامم اتنظمت هنا، انا ساعتها كنت اعمل ايه بقى؟ كان المفروض افكر ازاي جلسه مصارحه مع الناس. لا بقى انا خلاص انت يا عم اجري خلاص خليك لبعد كده استلم المنتخب بعد كاس الامم. بس هو كان استلم رسميا قبلها فتره ماشي استلم رسميا، بس انا بقى دلوقتي تصفيات كمان. بص هقول لك، هي عايزه حلول غير تقليديه. يعني انا دلوقتي انا الراجل ده ما عندوش خبره بالكره الافريقيه خالص، وكان واضح بصراحه يعني كان واضح من كان بيفاجئ. هو نفسه قال انا فوجئت بمستوى زيمبابوي، انا فوجئت بمستوى اوغندا. ما هو عشان فعلا هو فوجئ فعلا، هو كلامه صح. ليه؟ لانه ما عندوش خبره بالكره الافريقيه خالص. ده هو راجل جه من الدار للنار، بيتعامل مع مدربين افارقه كلهم، كل واحد قاعد بقى اللي بقاله 3 سنين واللي بقاله 4 سنين وعندهم خبره. اللي ما مسكش مدرب المغرب مرن 3 فرق، خد بفرقتين كاس الامم. يعني بيتعامل مع ناس ليهم خبرات كبيره جدا بالكره الافريقيه. فاذا هو كان ما كان كنت اركنه بقى اقول له يا عم اجري معلش البطوله دي مش بتاعتك خلاص. اجازه شهرين يعني واجيب حد تاني؟ ما ايه يعني؟ انا راجل ما هو بص ما هو كان لازم افكر. انا الراجل ده نمره 2 قعدنا نعك في الدوري والدوري فاشل، دوري فاشل ودوري غلط ودوري غير قانوني. والله غير قانوني الدوري ده، مع احترامي طبعا للي هيكسبه. لكن انت كان المفروض تلغي الدوري. كان احنا الكره المصريه المنتخب مصر لحد ما ربنا يكرمنا ونحط اسس صحيحه لكره القدم في مصر، كان دايما انت مع الجوهري او مع حسن شحاته كان ايه اللي بينجح المنتخب؟ الدوري، التجمع. لا اختيار التجمع الاول الدوري، الاختيار والتجمع اللي بيبقى بالمعسكرات فتره. حسن شحاته لعب كام ماتش دولي ما مسك قبل ما يدخل بقى في كاس الامم والكلام ده؟ لعب مع كام؟ مع الارجنتين، ولعب مش عارف مع اوروجواي، ولعب مع كل المنتخبات. انت جاي تتلعب لي مع فرق تعبانه. انت المفروض الخطه بتاعتك، مفيش حاجه اسمها كاس الامم بره مصر او غير مصر، انا مصر بتلعب على كاس الامم على طول في كل بطوله. فاذا انت لازم تكون جاهز. انا اضحي، كنت اضحي بالدوري السنه دي طالما عرفت من اول ما عرفت ان كاس الامم هتتعمل في مصر كنت اعمل. مش لازم بقى المحترفين، انا ما اعتمدش اعتماد كلي على المحترفين. بس هنا في نقطه غريبه يا استاذ رضوان، يعني ما هو نفس الجيل ده ونفس اللعيبه دي هي اللي وصلت فاينل البطوله اللي فاتت في الجابون. وصلت ده بالصدفه مع كوبر؟ طبعا بالصدفه، انا هننكر بقى بالصدفه والله. بس كان في فلسفه وكان في طريقه لعب. لا سيبك من الكلام ده كله، هو سيبك من الكلام. يقول لك اصل طب ايام كوبر كان احنا واضحين ان احنا بنلعب، كنا بنشحت يا عم محمد، احنا كنا بنشحت في الماتشات بتاعه كاس الامم. والله كنا بنشحت، مش قادرين، نفسنا مش طالع. هو الكره دي نفس، قدره على التحمل وقدره على الجري وقدره. هي الكره ديت كره بس؟ لا 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 لا، في حاجات كتير. دي اندفاع بدني وتحمل. وشوف اللاعب الجزائر بيبقى في عز التعب وبيجري. هو ده اللي هو القدره، ان انت يوصل اللاعب ان هو يتحمل فوق طاقته، ان هو يعني في عز تعبه يكون بيبذل اقصى جهد. هو ده الفرق بين لاعب ولاعب ومنتخب ومنتخب. طب دي مشكله جيل لعيبه ولا مشكله اختيارات اجهزه فنيه؟ لا دي مشكله، كل ده موجود مع بعض. يعني انت بقول اللاعب المصري اتعودنا عليه ان هو ما بيبدعش الا لما يقعد في تجمع طويل ويلعب ماتشات كتيره مع بعضه. لكن انت مثلا انت جاي بتتجمع قبل البطوله مع احترامنا يعني ب 10 ايام وبطوله على ارضك،
الجهر كان عامل الجهر لغى الدوري ولغى مش عارف ايه وع يعني عمل كل حاجه نجح في كاس العالم وما نجحش 90 كان قريب نجح. جدا ان هو يعدي الدور الثاني كان في حسن شحاته كان في قريب في كاس القارات في جنوب افريقيا ان هو يعدي وينافس طب ايه المقارنه ما بين الكابتن الجوهري ومستر كوبر كانت نفس الفلسفه الدفاعيه في 90 لا 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 الجوهري كان بيلعب كوره نفس الفلسفه الدفاعيه وقف قال ان الجوهري مدرب دفاع الله يرحمه ده كان كذب وافتراء على كابتن الجوهري كابتن الجوهري كان بيلعب احسن كوره دفاع توازن هجومي دفاعي امال كان بيكسب منين انت من احسن البطولات اللي احنا لعبناها بتاع 98 لا انا بتكلم على 90 بتكلم على كاس العالم 90 كاس العالم 90 ما هو الجوهري 90 هو الجوهري 98 تمام حسن شحاته الثلاث بطولات 2008 من البطولات من احسن البطولات المصرية منتخب مصر ابدع بالظبط ده كله بسبب ايه بسبب التخطيط الجيد وان هو انا ما عنديش مسابقات المسابقات بتاعتي ضايعه فبعمل انا بجهز فرقتي بالطريقه اللي هي الطريقه البلدي بقى طيب انا بلم اللعيبه واقعدوا مع بعض اطول فتره ممكن واعمل ماتشات كويسه وقويه واعمل احتكاك مع منتخبات عالميه طيب نوعيه اللعيبه يا استاذ رضوان هل اختلفت لان اللعيبه اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته طبعا غير اللعيبه اللي موجوده يعني دلوقتي انت بتتكلم منتخب 2008 شوف عد بقى عد اللعيبه اللي كانت في 2008 عدهم معايا كابتن ابو تريكه الكابتن حسن عبد ربه احمد حسن محمد حسن محمد زيدان عمرو زكي عماد متعب عصام الحضري كابتن وائل جمعه محمد شوقي انت كنت بتتكلم في سيد معوض يعني احمد فتحي انت دلوقتي بتدور على واحد من دول على واحد بتقول يا رب لو عندي انت كنت معتمد عليه الراجل اجري ده كان بيقول لك ايه كل ما يقعد يتكلم انا عندي محمد صلاح يا عم انت الفرقه اللي جنب اللي معاك معاها 15 محمد صلاح او محمد صلاح لعيب ده لاعب عالمه وكل حاجه لكن مش هو كل حاجه وما ينفعش مدرب يطلع وما ينفعش كل ما تتكلم محمد صلاح وفي لعيبه معاه في المنتخب اصل انا عندي محمد صلاح انت ما هوقف لك محمد صلاح وقف هو بتاع جنوب افريقيا وقف لنا محمد صلاح وقف لنا تريزيجيه في الماتش بتاع جنوب افريقيا وعمرنا واحنا في منتخب إيه؟ ومنتخب 2006 لغايه 2010 عمرنا ما طلعنا قلنا كل مثلا منتخب ابو تريكا كان هيمسكوا مين هيمسكوا مين في 2008 زيدان ولا متعب ولا ابو تريكا ولا ابو تريكا ولا ميدو ولا مش عارف مين ولا لا يعني احمد حسن حسن عبد ربه محمد يعني في ده انت ماتش البرازيل واحنا في كاس القارات والله العظيم الصحفيين الاجانب نزلوا علينا جري مين دول بيقولوا لنا مين دول مين ابو تريكه ده من كتر الكوره الذهول والاعجاب اللي حصل في ماتش البرازيل فانت لعبت كوره انت دلوقتي لا كوره ولا نتائج ولا بتاع انت بتكسب زيمبابوي بالعافيه بتكسب اوغندا بالعافيه بتكسب مش عارف ايه بالعافيه بجد جنوب افريقيا انا لما كتبت على الفيسبوك حتى وقلت الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر اول بدايه للاختبار الحقيقي الناس ضحكت عليا قالت لي يا عم جنوب افريقيا ايه استهتروا بجنوب افريقيا وجت جنوب افريقيا ادتنا درس في كره القدم وخرجتنا من البطوله لان منتخب جنوب افريقيا قد يكون مش في المستوى مش بتاعه. نفس المنتخب السابق اللي مش منتخب لكن هو منتخب منظم وبيلعب كره حديثه وتعبنا وخرجنا فاذا انت انا كنت بقول ان كان لازم طالما ان انا كانت بطوله الاول اللي راح خلاص لكن كان لازم ان هو كان يتلغي الدوري قبلها بشهر ونص على الاقل الموضوع ده خلاص يا استاذ رضوان كان ما انا بقول لك يعني... لا انا بقول لك الاتحاد الكره ما فكرش ما هو ده فشل انت بطوله الدوري وكان كل الناس كلها جاهزه ومهيئه نفسيا ان الدوري ده هيتلغي وكان بيتقال كده في الاعلام الدوري هيتلغي صح مش حصل اتقال اتقال نتيجه ان الدوري ما كانش متحدد له ميعاد نهايته لا لحظه كان الزمالك هيزعل لا ولا كان الاهلي هيزعل ولا كان اي حد هيزعل ولا كانت كل الانديه كانت هترحب وبتاع وخلاص يا جماعه قرار لمصلحه منتخب مصر وكنا نجيب الفرقه بتاعتنا المحترفين بيلعبوا وانا جايب مجموعه من العيال اللي هم تالقوا في الدوري واللي احنا كلنا قلنا دول لازم يدخلوا المنتخب وما دخلوش ونعمل فرقه يجي محمد صلاح عليهم وتريزيجيه ويلعبوا خلاص هو ده منتخب مصر ما كناش عايزين حد اكتر من كده طيب هل الامور الانضباطيه داخل المنتخب اختلفت؟ لان احنا دايما كنا بنراهن على جيل منتخب مصر بالامور الانضباطيه وفي التزام جوه المعسكر وده كان بيميزنا عن اي منتخب تاني. يا استاذ محمد الجهاز الفني نفسه كان عاوز ينضبط.
انا كنت بشوف عدد الجهاز الفني اكتر من عدد المنتخب، مش كده ولا ايه؟ بس مش هتفق معاك في دي يا استاذ رضوان. ليه؟ لان العدد لو جبت لك فريق برشلونه او جبت لك المنتخب الانجليزي او المنتخب الاسباني، عدد افراد المنتخب ممكن يوصل ل 20 و25 فرد. لو هم مثلا الادوار بتاعتهم ايه، عملوا ايه يعني؟ لو كل واحد مسك لاعب وقعد معاه. احنا بنتكلم عن الدور، عن الدور. انت برضو ما احنا كان كل الكلام ده ما كانش واضح. ما سلجادو، طب سلجادو جاي بيعمل ايه؟ احنا بنشوفه يقعد في الملعب وينطق كوره لغايه اللحظه دي ما حدش عنده جانب. والله ما حد عارف كان هو ايه يعني سببه ايه، وجوده ايه، سبب وجوده ايه. نجم ريال مدريد، ومره كان ابنه جاب ابنه ومعاه وبيلعبوا في الملعب وسط اللعيبه. لا يعني انا بتكلم ايه، هو كان ميزه انت اللاعب المصري زي ما قلنا احنا كلنا عاطفيين لما بنقعد ونلم بعض، مش كان اسمه منتخب الساجدين؟ بالظبط، كانوا يقول لعيبه بتقعدوا تصلي مع بعض ويعملوا الكلام ده كله، وحسن شحاته يقعدوا مع بعض وانت هو دوافع واحساس وبس. الكوره مش ملعب بس. بالظبط كده، شفنا الجزائر مع الكوتيفوار، انت كلنا كنا حاسين ان كل لاعب في حاله، صح؟ مظبوط. كل انا كنت احساسي كده، انا ما روحتش المعسكر ولا كنت حريص ان انا الشكل العام يحيلك ان لا، يحيلك ان كل واحد لوحده، مش ده جو منتخب مصر. اختيار، معلش مع احترامي لاحمد المحمدي، اختيار كابتن المنتخب كان خطا، كان قرار خاطئ. كل يعني في حاجات كتير جدا خاطئه. انا اتمنى الكابتن المنتخب الفتره الجايه ما يكونش بعامل السن. لا، ما هو مش بعامل السن، مش هيحصل. ما انا بقول لك كل اللي جاي ده لازم هيحصل فيه ثوره حقيقيه، واذا لم تحدث هذه الثوره الحقيقيه انا هكون اول واحد هعارض اي حد مهما كان، هقف ضده. يعني ما كانش هيحصل اللي في بالي واللي في بال كل واحد، مش هنسكت. فانا بقول لحضرتك يعني احنا كان في تسيب اداري، ومع احترامي برضو المدير الاداري ومع احترامي، انا مش يعني ما حدش يزعل مني، اللي فشل في كاس العالم انت فضلت بعدته عن الانظار شويه وبعدين رجعته تاني. وهو محترم والله، شخصيه محترمه وراجل مؤدب وابن ناس وعلى عيني وراسي. برضو مدير المنتخب ده عاوز شخصيه لا تقل عن قوه المدير الفني. يعني المدير الاداري المنتخب ده اللي هو الراجل اللي ماسك الشؤون الاداريه لازم يكون اقوى واكثر نجوميه من اللعيبه. لازم المدير الفني يبقى اكثر نجوميه من احسن لاعب في الفرقه، ولازم المدير الاداري يكون اكثر نجوميه واكثر سيطره من النجوم اللي موجوده. حضرتك شفت الاخطاء اللي حصلت في كاس العالم، هي الاخطاء اللي حصلت في كاس العالم؟ ده بالعكس يعني هي واتكررت. ما انت دلوقتي مفيش حاجه، مفيش حد اسمه لعيب يدافع عن 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 يدافع عن زميله جوه في الغرفه المغلقه. عاوز حق زميله، عاوز ما يدي فرصه لزميله التاني جوه بيننا وبين بعض، لكن لا يطلع للمدرجات ولا للتلفزيون ولا اعلام ويقول احنا متمسكين بفلان وعلان والكلام ده. كل الكلام ده دي كوارث، مش اخطاء، دي خطايا، كوارث تقول عليها. فاذا انت كل اللي حصل ده لازم يحصل فيه تحقيقات، ولازم نشوف لها حل، يعني لازم نحس بيها. سؤال بيطرح نفسه، خافير أجيري بعد الخروج ما استمرش في مصر اكتر من 24 ساعه، سافر. بيقولوا لسه ماشي النهارده، حسب معلومات ان هو ما عادش في مصر كتير. يا باشا لسه ماشي النهارده. طيب ماشي النهارده، كويس، لسه ماشي النهارده. هل ما قدمش تقرير فني؟ ايه اللي حصل خلال فتره توليه مسؤوليه المنتخب؟ هو حسب هو، انا المفروض يقدم تقرير فني. ولا ولو ما قدمش لازم يطلب منه، لازم يجي برضو العميد سارتس ويلم يبعت له، لو قلنا ما سابش. لا انا بقول لك بقى، احنا بنتكلم على اللائحه بقى، واحنا احنا خلاص اللائحه دي بقت ايه، دستور قدامنا، جثمه على صدورنا خلاص. وبقى خلاص يعني، فاذا هو لو ما جالوش التقرير ده، ما لازم نعرف هو قال ايه. مهم جدا، لازم. هو سرب شويه حاجات، الناس اللي كانوا بيوصلوه المطار قال لهم انا بعتذر وانا اسف وانا ما كانش نفسي كده وانا مش عارف ايه، لكن احنا عارفين اسباب الفشل، اهمها ان هو اتحط في معترك هو مش بتاعه. هو يتقال يا استاذ رضوان مش بتاعه، ايه الاسباب اللي وصلت بيه في النهايه ان المنتخب يخرج بالشكل ده؟ ايه الطريقه اللي كان جاي يدير بيها المنتخب، وايه الفلسفه او ايه التعليمات اللي اتقالت له؟ هو غير كل حاجه، هو راجل كان بيلعب ب 4 3 3 جه يلعب 4 2 3 1. ما غير الدنيا عشان جاب عبد الله السعيد، واختياره للعيبه كمان عايزين نعرفه. نعم، اختياره للعيبه كمان. هم الاثنين دول بالتحديد يعني، مع احترامي طبعا ليهم، واحنا كلنا كان عندنا امل فيهم، بس هو انت ما مش هتغير الدنيا كده في وقت انت كنت بتلعب. بس انا مش دفاع عن وليد يعني. لا انا وليد ما لا. وليد تحديدا، وليد كان جاي احتياطي. لا وليد كمان كان يعني في عز تألقه. لا ما انا هقول لك حاجه، وليد خطأين حصلوا.
ان هو راجل بعد جاي بعد اصابه والتوقيت اللي هو كان مفروض يختاروه للمنتخب ما خدوهوش واعلن اعتزاله الدولي وجاي في الفتره اللي هي اللي هو لسه الراجل بيستعيد مستواه بعد الاصابه جاي تاخده في وقت غير مناسب. نمره 2 كان وليد هو كان جاي مش جاي اساسي لانه بيلعب في مكان محمد صلاح فطبعا عمره ما هيقعد محمد صلاح ويلعب وليد تمام. حتى لما محمد صلاح كمان ما بقوش يطلعه طب انت راجل هو كان من ضمن الحاجات اللي سربها للناس اللي كانوا وصلوا المطار ايوه قال لك ايه ان اللعيبه اللي هم المحترفين بره يعني زي محمد صلاح ده لعب 65 مباراه في اعلى مستويات كره القدم سواء في الدوري الانجليزي او بطوله اوروبا وكان عايز مزيد من الراحه. طب هو عارف اهو طب ما انت عارف ان هو متعب طب ما لعبتش بديل بتاعه ليه طب ما اخترتش وفكرتش في البديل بتاعه اللي هو يلعب يعني انت في ايه حاجات احنا شايفين منتخب الجزائر بيستبدل بغداد بنجاح وبيستبدل يعني رياض محرز ما انا هو ده اللي كنت بقوله ولا في اي مشاكل. انا مش زي الجزائر ليه بقى؟ انا قلت لك ان احنا اللعيبه بتاعتنا ليها ظروف وطقوس خاصه ما بتنفعش الا في التجمعات الطويله المعسكرات الطويله هي اللي بترجع اللاعب للمستوى بتاعه بتصغر المجموعه مع بعضها سواء في معسكر طويل او من خلال مباريات عدد كبير من المباريات هو ده اللي بيرجع او بيرجع الايه اللي بيعمل المستوى اللي احنا شفناه في 2006 وفي 2008 وفي 2010 فهي ديت هو دي طبيعتنا لحد ما نغير السيستم بتاعنا. طيب لغايه ما نغير السيستم بتاعنا نطلع لتقرير بس مش هنقعد فتره طويله لان السيستم لازم يتعدل بسرعه. هنخرج لتقرير نشوف راي الجمهور في مستوى البطوله وترشيحاتهم للبطل مين المنتخب اللي هيفوز بكاس الامم رقم 32 ثم نعود الحديث مع الاستاذ رضوان الزياتي بعد هذا التقرير. البطوله بصراحه ممتازه التقييم بتاعها بسم الله ما شاء الله يعني التنظيم هي جميله جدا رائعه جدا جدا بصراحه المنتخبات بصراحه كلها بتادي اداء رائع ممتاز يعني الملاعب نفسها بصراحه كانت تجددت بشكل احنا ما كناش متصورينه يعني الاقرب انا شايف الجزائر طبعا الجزائر منتخب كويس وقوي ودفاع عنده فرقتين بيلعب منظم اكتر في الملعب بيعرف ازاي يلحق ماتش بيلعب على وقت كويس قوي فدي حاجه منظمه والمرشح بعدين منتخب تونس يعني تونس شايف برضو ان هي ممكن الجزائر تونس ان شاء الله. والله هو منتخب الجزائر كويس جدا جدا بس انا متوقع ان هو هيخسر الماتش الجاي لان يعني منتخب نيجيريا تقيل جدا عليه فاتمنى منتخب الجزائر بصراحه لانه منتخب عربي والناس بصراحه بيلعبوا كوره وبيحبوا بلدهم جدا وعندهم روح لو كانت عندنا احنا كنا بقينا افضل من كده كتير. بصراحه موضوع التنظيم كان فوق الرائع الدوله عامله شغل رهيب الامن عامل شغل جميل جدا ما كنتش متوقع بصراحه اللي يبقى تنظيم المنظر الرائع دوت فخر طبعا لمصر ولقدام الدول كلها كان تنظيم فوق الرائع ملاعب رهيبه وقت قياسي جدا اللي هم وضبوا فيه كل الملاعب ديت وبعدين مش ملعب واحد في كذا ملعب هنا في القاهره والسويس وبورسعيد واسكندريه حاجه بصراحه فوق الرائعه يعني. والله انا في تقديري حاليا دلوقتي طبعا هم في اثنين وللاسف هم الاثنين هيتصارعوا يعني او سوري مش هيتصارعوا يعني في ماتش اوريدي بينهم ما بين الجزائر ونيجيريا فانا كنت متوقع فرق منهم. بس على اخر احتمالات دلوقتي اظن الصراع هيكون ما بين نيجيريا والسنغال وكان نفسي تبقى الجزائر بس انا متهيألي شايف ان نيجيريا والسنغال هيكون مين العرب للمنتخب؟ السنغال. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه وبيتجدد الحوار مع الاستاذ رضوان الزياتي حلقه فيها تفاصيل مهمه جدا احنا بنحط ايدينا على المشاكل اللي بتواجه الكره المصريه مش دلوقتي اخر 20 و30 و40 سنه وان شاء الله باذن الله نضع عليها الحلول عشان الفتره القادمه مصر تستحق منتخب وتستحق اتحاد كوره على قدر المسؤوليه لانه بيتحكم في مزاج الشعب المصري نتيجه طبعا كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وكل دايما بيبقى عنده شغف في هذه اللعبه. استاذ رضوان كنا بنتكلم على المنتخبات المرشحه للوصول للمراحل النهائيه السنغال تونس الجزائر نيجيريا احنا بنتمنى بالتاكيد كلنا نهائي عربي عشان بقى البطوله حتى على الاقل لو مصر مش موجوده في الفاينل يبقى تونس الجزائر الفاينل. انا بختلف مع كل الناس بصراحه يعني
مش مع الفكرة ديت. لا أنا مش مع الفكرة دي، مش مع فكرة إن أنا عربي وأنا مصري يبقى لازم أتعاطف مع العرب. أنا أفريقي ودي بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومصر رئيس الاتحاد الأفريقي، يبقى أنا بتعامل مع كل الفرق بمعيار واحد. هدول عرب أخليها جوايا، منظور جديد. أنا هدول عرب أخليهم جوايا ما أعلنش. وحتى الجمهور أتمنى الجمهور المصري يبقى جزء بيشجع الجزائر وجزء بيشجع نيجيريا وجزء بيشجع تونس وجزء بيشجع السنغال. احنا عاوزين نتعامل مع العالم بذكاء مش بالعاطفة. العاطفة خليها جوايا. احنا جايين الماتشين اللي هما بتوع بكرة وماتش النهائي والتالت والرابع، لازم نغير طريقة تفكيرنا، ما نبقاش عاطفيين اكتر من اللازم. انا خلي حبي للعرب والمسلمين جوايا، لكن معلنوش في المدرجات او في الاعلام. للاسف انا بشوف برامج وده بيزعل الناس، هم الافارقه دول. الجزائر عندي زي السنغال، وتونس زي نيجيريا، ونيجيريا زي السنغال، ونيجيريا زي الجزائر، وهكذا. بس هي كوره يا استاذ رضوان. كوره. انا بقول لحضرتك انا لازم برضو الدوله والاعلام يوعي الناس. انا دول كلهم ضيوفي، وما فيش حاجه اسمها انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. الكلام ده ما بحبوش. انا اخليه جوايا، لكن طبعاً. ساعه ما بتعامل ابقى اتعامل مع الجميع سواسيه. انا دول ضيوفي وجايين عليا كلهم، وانا دلوقتي العريس مش موجود، بقى ما بقاش الا فيه المعازيم. المعازيم هم اللي موجودين، فكلهم سواسيه، انا كلهم سواسيه خلاص، فاتعامل معهم بهذا الشكل. والفرحه اللي انا هفرح بها للجزائر وبتاعه تبقى بيني وبين نفسي، لكن دول برضو جايين وطمعانين فيك، وعارفين ان مصر دي رئيس الاتحاد الافريقي، ومصر ديت يعني قلب القاره الافريقيه، بلد الرياده الافريقيه، وتحتضن والثورات في افريقيا وكل الكلام ده، وكل مزبوط. الكلام ده لازم معروف. يبقى اذا هنا اهلا وسهلا بكل الاشقاء، ولازم اتعامل معاهم. وانا اي منتخبين هيوصلوا النهائي انا هكون سعيد. هم الاربعه يستحقوا ان هم يلعبوا في النهائي. ده كان سؤالي اللي جاي. الاربعه يستحقوا بما فيهم تونس. حتى الناس كلها، تونس وصلت بثلاث نقط، ما عملتش فوز واحد، ما الكلام ده كله. انا بيهمني في النهايه النتيجه. وحتى شكل تونس في الماتش الاخير كان شكل حلو، وامام يعني غانا كمان واداء وامام غانا، يعني فرقه كسبت غانا، عاوز ايه تاني؟ فاذا تونس تستحق، وبرضو اللي هيلعب بكره احسن، واللي هيكسب هو اكيد اللي هيستحق يوصل للنهائي. وانا بصراحه يعني لا ارجح كفه فريق على اخر. ده عنده مميزات وده عنده مميزات، وده عنده سلبيات وده عنده سلبيات، وكل الناس طبعا بقت خبراء في الكوره. منتخب الجزائر بيمتاز بالروح القتاليه، بالحراره في الملعب، بالاندفاع البدني، بالشراسه، قوه اللي بتصل لحد الخشونه. ما هو كده الكره، كده انا الكره مش دلع واخاف على رجلي وبتاع، انا جاي اقاتل في سبيل ان انا ارفع علم بلدي. نيجيريا فنيات وفريق بيلعب كره جماعيه وعنده برضو مواهب وعنده لاعبين على مستوى عالمي، فاذا القوه كلها متكافئه. ممكن تلاقي فريق اعلى فنيا شويه، لكن بيعوض ده بالجانب الايه البدني، بيعوضه بالجانب الحماسي، بيعوضه فيه فريق، بيعوض بالجانب المهاري. يعني الفرق الاربعه اللي وصلوا يستحقوا ان هم يوصلوا للدور قبل النهائي، ويستحقوا اثنين منهم يوصلوا النهائي. الاحتمالات، ممكن تتوقع مين يصل للمباراه النهائيه من الاربع منتخبات، في ظل ان الثلاث منتخبات جزائر، نيجيريا، تونس سبق ليهم الفوز باللقب، لكن السنغال لم يسبق لها الفوز باللقب. انا مش امنيه يعني. السنغال دي اتظلمت في اكثر من بطوله. فانا يعني انا طبعا السنغال لو خدت البطوله هتبقى حقها، يعني السنغال لو خدت البطوله هتبقى حقها. ونفس الحكايه الجزائر لو خدت البطوله تستحق البطوله، والكلام ينطبق على نيجيريا وعلى تونس. بس تبقى درجات، هي درجات يعني. احنا ممكن نقسمها كده، السنغال رقم واحد، الجزائر رقم اثنين، رغم ان الجزائر كسبت السنغال في دوري المجموعات. مش شرط. يبقى السنغال رقم واحد، الجزائر رقم اثنين، نيجيريا رقم ثلاثة، تونس رقم أربعة، بالترتيب كده. طيب يعني ده وجهة نظر طبعا. طب احتمالات النهائي العربي،
مطروحه، لان لو اتكرر هيبقى بالمره الثالثه. اخر مره من 15 سنه كانت تونس والمغرب. هو ممكن يحصل وارد. يعني هو وارد يحصل بنسبه كبيره، يعني وارد يحصل بنسبه كبيره، وخصوصا ان انت بتلعب. بص، هي اقامه البطوله في ارض مصر ساهمت ان الجمهور ساعدت الجزائر وتونس كتير جدا، وكان هتساعد المغرب. المغرب صادفها سوء حظ، خلي بالك حقيقي. يعني هي المغرب ما خرجتش لا، هي خرجت بالحظ. يعني ما خرجتش بسبب سوء نتائج او سوء مستوى، لا، هي المغرب خرجت بسوء الحظ. ده المغرب فيها قصه كبيره هقول لك عليها استاذ رضوان، لكن تمام. بعد الفاصل، لان الفاصل اللي جاي معانا فيه تقرير صوتي بيتكلم على النهائي العربي. ده النهائي العربي الثالث في تاريخ كاس الامم، ممكن يكون هذا النهائي على الابواب يوم الجمعه القادم ان شاء الله في استاد القاهره بين تونس والجزائر. ودايما تونس عنصر مشترك، لان اخر نهائي من 15 سنه في رادس في تونس كان بين تونس والمغرب، وتونس فازت بالبطوله الافريقيه. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الاستاذ رضوان الزياتي بعد هذا التقرير الصوتي. تنتظر بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الماضي إلى 19 من يوليو الجاري رقما سيحدث للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، والتي يمتد عمرها إلى 62 عام، ورقما آخر سيحدث للمرة الأولى عبر النسخ 32 التي أقيمت حتى الآن. فكأس الأمم التي تستضيفها مصر للمرة الرابعة في انتظار نهائي عربي خالص يتجدد للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة في حال تغلب الجزائر على نيجيريا مع فوز تونس على السنغال، إلا أنه سيكون أول نهائي عربي يجمع فريقين لا يستضيف أحدهما البطولة. فلم يسبق للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية وأن جمعت فريقين عربيين إلا في مرتين سابقتين، أولهما عام 1959 في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع نظيره السوداني، وأقيمت البطولة الإفريقية عام 1959 على الأراضي المصرية حين استضاف ملعب النادي الأهلي المباراة النهائية بين مصر والسودان، ونجح الفراعنة وقتها في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. النهائي العربي الثاني جمع المنتخب التونسي أمام نظيره المغربي عام 2004 بالنسخة التي استضافها أبناء نسور قرطاج، حيث تمكن حينها أبناء المدرب روجيه لومير من تحقيق اللقب الوحيد لتونس على مدار التاريخ. شهد ذلك النهائي الذي أقيم على ملعب استاد رادس إثارة كبيرة، حيث تقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق دو سانتوس قبل أن يتعادل يوسف مختاري لأسود الأطلسي، فيما حسم زياد الجزيري اللقب لنسور قرطاج بهدف من متابعة ذكية في الدقيقة 52. وكانت صحيفة فرانس فوتبول العالمية قد اختارت نهائي عام 2004 كأفضل المباريات النهائية في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك حسب تصويت الجماهير، حيث حصلت تلك المباراة على نسبة 37% متفوقة على نهائي زامبيا أمام كوت ديفوار عام 2012 ونيجيريا أمام الكاميرون عام 2000. وصول فريقين عربيين لنهائي كأس الأمم على أرض محايدة لن يكون هو الرقم الذي سيحدث للمرة الأولى فحسب، حيث ستكون مواجهة الجزائر وتونس هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث لم يتأهل أبناء المدرب الحالي ألان جيريس للقاء النهائي سوى 3 مرات، أولها أمام غانا عام 1965، الثانية أمام جنوب إفريقيا عام 1996، الثالثة أمام المغرب عام 2004. بينما لم يتأهل أبناء المدرب جمال بالماضي للمباراة النهائية سوى أمام نيجيريا أعوام 80 و90. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في الجزء الاخير من هذا الحوار الشيق مع ناقدنا الرياضي والنائب البرلماني الاستاذ رضوان الزياتي. استاذ رضوان، وانا بختم معاك وبتكلم على التقرير الصوتي عن النهائي العربي، كنا بنتكلم على المغرب. الفكره اللي ممكن تطلعني لسؤال مهم: مدرب وطني ولا مدرب اجنبي ولا مشروع؟ يمكن في المغرب في الفتره الحاليه في كلام كبير جدا على هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، وانه ممكن خلاص هيمشي من المغرب ويدرب فرق في السعوديه، لكن الغريب ان التعاقد اللي معمول مع هيرفي رونار في المغرب مستمر لغايه 2022، وشرط جزائي
لو هو هيرفي رينار عايز يمشي هيدفع لغاية 2022 وشرط جزائي على الاتحاد المغربي لو هو يفسخ العقد يدفع لغاية 2022 وقيمة التعاقد بتاع هيرفي رينار في الشهر 120 ألف يورو كان عايز يمشي لكن لما الاتحاد المغربي قال له مش هفعل التراضي وادفع الشرط الجزائي أعلن أنه خلاص مكمل وموجود دي معادلة صعبة أوي أولا لو هو لقشع نفذ الكلام اللي بيقوله ده خسر المدرب خسره لأن كده خلاص الرجل هيشتغل مجبر وانت ما تشتغل بالإجبار ده أو الإزعان عمره ما هيدي فإذا هو هيخسره يعني أنا في رأيي إن هو يمشي رونار ويدور على مدرب جديد ده حل لكن هو ده هو عنده يعني هو عاوز كل واحد عايز يطلع من التاني أكبر يعني أقل خسارة ممكنة مبلغ كبير لا كل واحد عايز يطلع بأقل خسارة ممكنة رونار عاوز ما يخسرش والتاني عاوز برضو ما يخسرش فهي القصة اللي الاتنين بيلعبوا بعض على الأساس إن إيه إنه كل واحد يطلع بأقل خسارة ممكنة لكن استمرار رونار بالطريقة اللي هو عايزها لقشع ديت مش هتحصل ولو حصلت هيبقى منتخب المغرب هو الضحية وهو الخاسر هيبقى الخسران طبعا بالنسبة لمصر أنا مدرب وطني ولا مدرب أجنبي ولا مشروع مشروع أنا مع المشروع هي التالتة دي بقى اللي نفسي الإعلام يهتم بيها أنا مع المشروع في إيه بقى إن أنا هعمل زي ما قلت لك كده الخبراء اللي أنا هجيبهم سواء خبراء أجانب ومصريين ويقعدوا مع بعض ونعمل خط للنهوض بكرة القدم من الناشئين لحد المنتخب الأول وتوحيد طريقة اللعب طرق اللعب اللي أنا هلعب بيها وهجيب الخبير ده هيقول لي أنا مثلا هنلعب 4-4-2 هنلعب 4-3-3 4-2-3-1 3-4 أي طريقة ويلعب بيها منتخب الناشئين وتلعب بيها المنتخب الشباب ويلعب بيها المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول المسابقات هنعملها إزاي المناطق اللي هي سبب الخراب هي الاساس الاول احد اسباب الخراب في الكره المصريه المناطق بتعمل ايه مناطق كره القدم في مصر ما بتعملش حاجه دوري الدرجه الرابعه ودوري فاشل برضه والكلام ده كله المناطق ديت فين مراكز الموهوبين انا عاوز مركز موهوبين في كل محافظه كل منطقه عندها مركز موهوبين ويشرف عليه احسن ناس بدل انا عندي نجوم في كره القدم وناس عندها تطلع عايزين يبقوا مدربين بنا نزل الناس دي في المحافظات وفي المناطق يطلعوا لي المواهب طلعوا المواهب ونعمل مراكز تدريب ناشئين ومراكز موهوبين والكلام ده كله عشان انا اطور المنظومه من تحت لفوق وطبعا اللي هو حته بقى المنظومه الاداريه والمنظومه الفنيه والكلام ده كله فهي قصه لازم اللجان دي تقعد وتعمل لي خطه وبرنامج للنهوض بكره القدم المصريه برنامج اعمله على كاس العالم يعني نهاية البرنامج نهاية الخطة صيف أو لا ديسمبر بقى لا 2022 ديسمبر أنا بعمل برنامج سريع اللي هو ب2022 أنا داخل على تصفيات كاس العالم بعمل الخطة بتاعتي أنا هعمل فيها كم ماتش بتاع الانتقاء إزاي الخطة بتاعتي هتبقى إزاي المسابقات طبعا لازم الدوري لازم تعمل دوري درجة أولى مواعيده معروفة 18 نادي دوري درجة تانية 18 نادي بعد كده دوري قطاعات يعني لازم احدد البرنامج بتاعي واعمل بقى اشتغل كل اربع خطه زي خطه الدوله كده وزي خطه الاتحادات اللي في افريقيا اللي ابتدت تشتغل على ده يعني موريتانيا عملت كده يعني يبقى عندي خطه وبرنامج ما ده اللي عمله الاتحاد السنغالي اليوس سي موجود مع السنغال من 2015 مدرب مدغشقر المدرب الفرنسي نيكولاس موجود بقاله 3 سنين من 2016 عايز المنتخب اللي موجود دلوقتي عايز انا مثلا المنتخب الاولمبي هيلعب تصفيات ايه دورة طوكيو ده التصفيات في مصر بالظبط هذا المنتخب هو يكون النواة بتاعة منتخب مصر اللي يدخل تصفيات كاس العالم مطعم باللي هم بخمسة هم المنتخب اللي خرج من كاس الامم ده ما فيهوش الا خمسة او اربع لعيبة هو اللي يستمروا تمام باقي مع السلامة طب استاذ رضوان وانت معايا بالتاكيد معانا دلوقتي يمكن صور حصرية ولقطات خاصة لوصول اللاعبين الدوليين قدامنا هي على الهواء مباشرة من أسبانيا بعد وصول الرباعي الدولي بعد خسارة منتخبنا الوطن وخروجه من كأس الأمم يوم السبت الماضي اليوم التحقوا رسميا بمعسكر النادي الأهلي في أسبانيا في هذه اللحظات
حالا واحنا على الهواء مباشره التحاق الرباعي الدولي. محمد الشناوي قدامنا في الصوره، مروان محسن، محمد الشناوي قدامنا اهو في الصوره، سبقه طبعا وليد سليمان، كمان ايمن اشرف. رباعي الدولي تواجد الان في معسكر النادي الاهلي في مدينه اليكانتي في اسبانيا. الجهاز الاداري كان بالتاكيد متواجد في المطار لاستقبال الرباعي الدولي، ثم اصطحابهم الى مكان او مقر اقامه فريق النادي الاهلي في معسكر في مدينه اليكانتي. طبعا رباعي الدولي بينضم في هذه اللحظات للمعسكر، اكيد الجهاز الفني هيتعامل مع المرحله القادمه معهم في امور عديده، ليس فقط على الشق البدني وتجهيزهم بدنيا للمرحله القادمه، لكن كمان بالنسبه للشق الفني، للشق النفسي، للاعداد الذهني للمرحله القادمه، لان احنا كلنا شفنا اثناء البطوله يمكن اكتر اللعيبه اللي شاركت ايمن اشرف ومحمد الشناوي، مروان محسن كان على فترات، ايضا كمان وليد سليمان كان على فترات، لكن لما شفنا ايمن اشرف ومحمد الشناوي كان عندهم يعني جراءه وحميه، ويعني انا عايز اوصف، لكن عايز اقول ان محمد الشناوي تحديدا وايمن اشرف كانوا بيلعبوا مباريات المنتخب بروح فانيله النادي الاهلي، كانوا عندهم قوه واصرار ان هم يحققوا حاجه مع منتخب مصر، فبالتاكيد حزنهم على خروج المنتخب اكيد هيكون مؤثر عليهم بشكل سلبي خلال المرحله القادمه. فالجهاز الفني اتمنى ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وانا اثق جدا ان الكابتن سعد الحفيظ في جلساته هتكون مع اللعيبه، مستر مارتن لاسارتي، باقي افراد الجهاز المعاون، هيكون في جلسات مهمه جدا مع لاعبي النادي الاهلي المرحله القادمه عشان يتخطوا الخروج المبكر لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه المقاولين العرب والزمالك في نهايه الدوري العام. كلمه اخيره استاذ رضوان بالتاكيد اذا كنت تحب تعلق على هذه اللقطات. طبعا انا بس عايز اقول مدينه اليكانتي ديت ليها ذكرى، كنت مع المنتخب. ايوه ولازم الناس تعرف ان احنا لعبنا اسبانيا، منتخب اسبانيا كان في مباراه وديه وخسرناها 2-0 مظبوط. ودي شوف بقى احنا كنا بنلعب ايامها اسبانيا كانت بطل العالم مع اسبانيا، وكنا بنلعب مع فرنسا واتغلبنا من فرنسا واتغلبنا من اسبانيا، بس كنا بنحتك مع منتخبات عالميه. بعدها على طول انا سالت، كان ساعتها ديل بوسك اللي هو كان مدرب منتخب اسبانيا، سالته ساعتها قلت له ليه انتوا ما بتعملوش حاجه، بتاخدوش كاس العالم؟ بعدها على طول خدوا كاس العالم. ما في التوقيت ده فازوا بكاس العالم فعلا، في التوقيت ده فازوا بكاس العالم في جنوب افريقيا بعدها بفتره. فاذا يعني زي ما بقول لك يعني كانت طبعا مدينه رائعه جدا، والاختيار المعسكر ده اختيار نموذجي رائع ونموذجي. فطبعا يعني فكرتنا ب اما بالنسبه للدوليين، اما يكون اللاعب عمل اللي عليه ما تخافش بقى، ما تخافش ان هو لا هو متاثر وزعلان وكل حاجه، لكن هو طالما ان هو عمل ادى رسالته كما يجب ما تخافش عليه. اكيد ان شاء الله الفتره القادمه نطمن كلنا على الكره المصريه، والفتره القادمه ان شاء الله. وبالمناسبه عايز اقول حاجه، اتفضل. دايما وما حدش بقى يفهمني غلط، دايما ما يكون الاهلي في قمه مستواه ده حقيقي، يكون منتخب مصر في قمه مستواه، وده حصل دايما في 2006 و2008 و2010. ده مش تحيز ولا حاجه، لا انا بقول يعني التاريخ بيقول كده، دايما ما يكون الاهلي في قمه مستواه بنلاقي المنتخب في قمه مستواه. لو عايزين نطور وده ما طبعا لا لا نغفل حق الزمالك، وشفنا طارق حامد كان عمل ومحمود علاء عملوا بطوله، يعني عملوا في الماتشات اللي هم شاركوا فيها عملوا اداء رائع يعني بصراحه. اكيد استاذ رضوان بشكرك شكرا جزيلا. وفي مثل شعبي تونسي، تونسي احنا نلعب في كاس امم وفي تونس خلاص بكره عندها مباراه، لكن انا في مثل شعبي تونسي عايز امشي عليه في الفتره الحاليه واحنا بنتكلم على المنتخب وعلى الكره المصريه. المثل بيقول اسمع الكلام اللي يوجعك وما تسمعش الكلام اللي يفرحك. لو مشينا كده بالمثل الشعبي ده خلال الفتره الجايه هنتطور ونمشي بشكل كويس بالنسبه للكره المصريه. ومصر بجد والله بامانه مصر محتاجه اكتر من كده بكتير، وعندنا كوره وعندنا امكانيات وبنيه تحتيه وفلوس وكل حاجه، نقدر نوصل للمنتخبات العالميه والمنتخبات الاوروبيه، مواهب وامكانيات كلها موجوده، لكن ان شاء الله نشوف التخطيط والتنظيم والسيستم الفتره الجايه هيمشي ازاي، ان شاء الله يمشي للافضل باذن الله. شكرا استاذ رضوان، نورتني وشرفتني، وشكرا لحسن المتابعه والمشاهده. لكن ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل الكابتن خالد العوضي واطلاله على ملف النشاط الرياضي والالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي.